حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فاعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمه فانه لاول مال تاثلته في الاسلام